النهارده يعني زي ما بنقول النادي الاهلي تاهل لدور ربع النهائي في بطوله الشامبيونز ليج، يعني مشوار هيبقى صعب، مشوار العشره يا اهلي مشوار صعب جدا. كل جماهير النادي الاهلي بتحلم وانا واحد بحلم ان احنا ان شاء الله زي ما حققنا التسعه وكانت برضو مشوار صعب كمان المشوار ده كمان صعب ان شاء الله نحقق العشره. امبارح يمكن يعني عايزين نستفيد من الاخطاء، الاداء ما كانش على المستوى الجيد، لكن دايما سبورت لفرقتنا، سبورت المدير الفني ولاعبتنا. زعلانين على الاداء، زعلانين، كنا نتمنى الاداء افضل والنتيجه افضل، لكن يبقى طبعا النادي الاهلي حتى في الدقائق الاخيره حتى والنادي الاهلي سيء يعني ما بيقبلش الهزيمه، وده شيء ايجابي ممكن نطلع منه. احنا طبعا تاني المجموعه، يعني خلي بالكم ده مش في دماغنا كمان عشان الناس، دايما النادي الاهلي بيحب الصداره، النادي الاهلي لما تقول مجموعه النادي الاهلي، الاهلي دايما في الصداره. ان احنا في الـ في الـ في الـ في المركز الثاني هو مش قلقنا ان احنا طب هنلاعب مين؟ اكيد يعني دايما النادي الاهلي بيتعمل له حساب، البطل ما بيعملش حساب هقابل صن داونز اصل هقابل فلان، لا، البطل اللي عايز ياخد بطوله بيدوس في كل الفرق، وعشان تدوس في كل الفرق لازم الاول نعرف اخطائنا ايه، ولازم نصلح اخطائنا اللي كانت في مباراه امبارح امام المريخ السوداني، هنتكلم كل ده بالتفاصيل، لكن الاداء كان غير جيد وكلنا عارفين كده، لكن كمان على مستوى التاهل احنا تاهلنا بشكل رسمي، كل وسائل يعني اللي بتتيح لفرقتنا ان شاء الله انها توصل للمباراه النهائيه ان شاء الله تكون الفتره اللي جايه باذن الله نعمل حسابها بشكل كويس زي ما عودونا دايما.